إلى تكريم من نوع خاص، تكريم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، وهو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. عبد العالي دراش شمس الدين، سيدي رئيس الجمهورية، التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش قد وقف أمامكم العام الماضي في نفس الموقف متوجاً بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية باليابان، وكان تلميذاً في السنة الثانية ثانوي، وقد دعوتم له سيدي رئيس الجمهورية لأن ينتقل إلى السنة الثالثة، وقد توج مرتين فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18.05 وتوج بالذهب من جديد، والحمد لله أن استجاب الله دعاكم.